مزيد من التفاصيل من لندن، الباحث في علم الأدوية واللقاحات الدكتور بلال زعيتر. أهلا وسهلا بك دكتور. يعني التجربة البريطانية في الحقيقة يعني ملهمة في الحقيقة، وبالتالي سنبدأ نحن في الأردن هذا الأسبوع بالتطعيم وباللقاحات. لو تخبر المواطن اليوم عن اللقاح، ما هي أعراضه؟ هل هو آمن؟ ويعني لا أعلم إذا هناك أي نصائح تقدمها للمواطن اليوم. بالتأكيد لا بديل لدينا للخروج من هذه الجائحة إلا باللقاحات، هكذا علمتنا التجارب. كل الأوبئة السابقة التي مرت بها البشرية لم يكن هناك وسيلة آمنة وفعالة وسريعة وسهلة ومريحة كما هو الحال في اللقاحات. اللقاحات هو أقوى سلاح بيدينا، هذا ما تعلمناه في كل التجارب السابقة. هناك أوبئة كثيرة، شلل الأطفال، الجدري، السعال الديكي، الحصبة، كل هذه الأوبئة أصبحت شيئا من الماضي السحيق بفضل اللقاحات. فبالتالي كما هو الحال في الأوبئة السابقة، الكورونا لا تختلف، بالعكس نحن محظوظون أنه تقدم العلم بحيث أصبحت لدينا القدرة على الوصول إلى لقاحات آمنة وفعالة في فترة قياسية. طيب دكتور أعذرني للمقاطعة، ولكن مليوني شخص في بريطانيا تلقوا اللقاح حتى هذه اللحظة، هل من أعراض جانبية؟ هل كان الموضوع يعني سهل أم أن هناك معيقات؟ بالتأكيد الأعراض الجانبية كلها كانت خفيفة نسبيا ولا تعدو عن آثار تحسسية بسيطة من قبيل تورم بمكان الحقن أو احمرار أو ارتفاع بسيط بدرجات الحرارة. هناك بعض الحالات التي لا تزيد عن أصابع اليد الواحدة التي وجد لديها رد فعل تحسسي شديد، ولكن من أصل مليونين أخذوا اللقاح أستطيع القول بكل ثقة أنه لا توجد هناك أي أثار جانبية خطيرة هنا في المملكة المتحدة. وهناك إقبال كبير جدا على اللقاحات، الجميع الآن بعد أن كان هناك في البداية تردد أو تخوف من اللقاح، السؤال الذي أسمعه الآن من الجميع هو متى سيحين دوري. وأصبح من الواضح للمتابعين هنا في داخل المملكة المتحدة أن نسبة المعارضين للقاحات هي تتناقص بشكل كبير. طيب جميل. طيب دكتور بلال، يعني اللقاح تزامن بإغلاق شامل وظهور سلالة جديدة ويعني تفشي الوباء بشكل غير مسبوق في بريطانيا، وبالتالي برأيك إلى أي مدى قد يساعد اللقاح في يعني إعادة الحياة إلى طبيعتها من جديد؟ بالتأكيد هو أسرع وأسهل دواء لدينا لكي نعود إلى حالتنا الطبيعية. اللقاح هو السلاح الذي كما أسلفت هو السلاح السريع والسهل للوصول للعودة إلى الحالة الطبيعية. هناك نحو مليونين قد حصلوا على اللقاح، وهناك حديث الآن مع إقرار لقاح أسترازينيكا وهو الثالث الذي يتم إقراره هنا في المملكة المتحدة عن الوصول إلى حوالي 15 مليون شخص بحلول منتصف شهر شباط القادم. وهناك حديث أيضا عن دخول الجيش على الخط لتسريع وتنظيم عملية وصول اللقاحات. وهناك أرقام طموحة جدا تتحدث عن نحو مليون شخص أسبوعيا بمجرد توافر كميات أكبر من اللقاح. نعم، شكرا لك من لندن الباحث في علم الأدوية واللقاحات الدكتور بلال زعيتر.